حرر فلسطين وبالدم والسقر قادم لا محالة. هول وحوش، هول وحوش. شي ببكي، ما بعرف قدي كمية الظلم الموجودة بقلبهم. إبادة جماعية لا مجزرة، هذه الجريمة التي نفذها العدو الصهيوني مستهدفا مستشفى المعمداني في غزة، والتي أدمت القلوب وأدمعت العيون وزادت من ثبات المؤمنين بالقضية. نحن كطلاب كلية إعلام نستنكر جرائم اللي عم بيرتكبها العدو الصهيوني على أهلنا بفلسطين. يعني العالم عم بتروح على الملاجئ او على الجوامع مثلا تتخبى. اوكي، قصف الجامع ماشي، راح على المستشفى لانه بيلاقوه يعني اكثر مكان امن، يعني خاصه انه في ناس عم يتعالجوا كمان قصفوهم. نحن الصوت، صوت لبنان وصوت الجامعه اللبنانيه، فنحن لازم نسعى ونضل ننشر على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مكثف حتى نوصل الحقيقه اللي هي عم بخبوها الاجانب، عم تخبيها اسرائيل عن العالم. نحن على درب كل هالشهداء اللي راحوا، وعندنا ثقه انه بيوم من الايام حتتحرر القدس على ايدي المؤمنين الشرفاء. سلاحنا الوحيد هو القلم لحتى نقدر نوصل صوتنا لكل المجتمع. نحن نستنكر بشدة الظلم والاضطهاد اللي عم بيصير بهذا الشعب العزيز. طول عمري بسمع عن الصهيوني انه هو اجبن خلق الله، والمجزرة اللي ارتكبها دليل ضعفه. من خلال السوشيال ميديا، من خلال انه نكتب بوستات نعبر عن رأينا ونعمل تاج لأكبر عدد من الصحفيين ممكن وينشرون عندهم، لأنه عدد المتابعين عندهم بيكون أكبر لكل الناس يقدروا يشوفوا. سنحررها والكيان الصهيوني إلى زوال، هذه الكلمات التي رددها طلاب كلية الإعلام تضامنا مع شعب فلسطين وأهل غزة. غزة تحت نيران الإبادة الإسرائيلية، وصمت المعنيين أحرق قلوب الملايين، إلا أن صوت الشعب يعلو في أرجاء العالم. وهكذا عبر طلاب كلية الإعلام عن تضامنهم مع شعب غزة. من الجامعة اللبنانية كلية الإعلام الفرع الأول، حسين صبرة، أنبئاً.